دشنت مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية مخيم العيون لإزالة المياه البيضاء بمستشفى رؤية بمديرية سيئون بتمويل من جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية بدولة الكويت. وفي التدشين أشاد مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت الدكتور هاني العمودي أشاد بجهود مؤسسة استجابة في المجال الصحي مؤكدا على تثمين الوزارة لمثل هذه المخيمات الطبية. من جانبه أشار مدير مكتب مؤسسة استجابة بحضرموت المهندس سالم سعيد بوزير إلى أنه تم فحص ومعاينة أكثر من 600 حالة خلال العامين الماضيين ضمن مخيمات مماثلة، وتم في هذا المخيم إجراء 106 عمليات إزالة مياه بيضاء للعيون. خلال معاينتنا للحالات الموجودة في المستشفى هناك أعداد كبيرة من المرضى بحاجة لإجراء عمليات المياه البيضاء في حضرموت الوادي والصحراء، ونتمنى على كل منظمات المجتمع المدني وعلى الأشقة في دولة الكويت أن يزيدوا عدد الحالات المعتمدة لإجراء العمليات لكي نخفف معاناة المواطنين في حضرموت الوادي والصحراء، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها البلد، خاصة ظروف المعيشية وعدم قدرتهم على إجراء مثل هذه العمليات. نحن في هذا اليوم دشنا 86 حالة عملية مياه بيضاء بتمويل من جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية في دولة الكويت، وهنا في مستوصف رؤية لطب العيون. وقد يعني لاحظنا صراحة الإقبال الكبير جدا على التسجيل، ونحن يعني كنا يعني تقديرنا كان أن الأعداد ستكون أقل من هكذا بكثير، لكن أن الأعداد كبيرة جدا والاحتياج رأيناه أنه أكبر. وإن شاء الله نحن إن شاء الله في المستقبل سنقوم إن شاء الله بزيادة الأعداد ورفع الاحتياج هذا إن شاء الله للجهات المعنية. كل الشكر والتقدير للسلطة المحلية كذلك مكتب الصحة. طبعا نحن نواجه أعداد مهولة من المرضى في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وبالتالي نحن نطالب منظمات المجتمع المدني المحلية ومنظمات المجتمع المدني الدولية بمساعدتنا في مكافحة العماء وجعل اليمن بلد بلا مياه بيضاء خلال فترة قصيرة. الجهات الداعمة لنا مثل مكتب الصحة نشكرها على تدليلها كافة الصعاب التي تواجهنا.